وينضم إلينا من بغداد مراسل العربي تحسين طه. تحسين مرحبا بك. إذن المشاركة بلغت 41% وهذه نسبة منخفضة نوعا ما، لكن إجراءات كلها كانت ناجحة بشكل عام، لو تضعنا في صورة يعني هذه الانتخابات. أهلا رشيد. نعم، فيما يتعلق بالنسبة فيبدو أنها متقاربة يعني مع الدورة الماضية، دورة عام 2018، على الرغم من أن المفوضية اتبعت إجراء يختلف باحتساب النسبة، كون كان هنالك احتساب يكون شامل لعدد الناخبين ومجموع من يشارك منهم في الاقتراع، أما الآن فالطريقة مختلفة تماما، يتم إحصاء عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة والإدلاء بأصواتهم، والنسبة تقاس على من استلم بطاقات الناخب البيومترية من الذين شاركوا بالاقتراع. إذن هنا تكون النتيجة تقريبا أدق وأقرب إلى الواقع، ولذلك تعتبر نسبة 41% التي أعلنتها المفوضية هي يعني مقبولة نوعا ما، ويعني أكثر دقة من النسبة التي أعلنت في الدورة الماضية. هنالك طبعا ملاحظات سجلت على عمل المفوضية، لكنها يعني بالمجمل تبدو بسيطة بحسب المراقبين الذين شاركوا، منظمات مختصة ومراقبين محليين ودوليين يعني رأوا بأن هذه الملاحظات لا تؤثر كثيرا على سير العملية الانتخابية ونتائج العملية الانتخابية، كونها تتعلق ببعض التوقفات للأجهزة التي تم إعادة العمل بها أو استبدال بعضها كما حدث، إضافة إلى هنالك خروقات سجلت وتم رصدها، ويفترض يكون هنالك يعني استمارة خاصة سوف تقدم لتوثيق هذه الخروقات ثم النظر فيها من قبل لجنة قضائية أو هيئة قضائية خاصة بالمفوضية مشكلة من 3 قضاة ينظرون بهذه الشكاوى، ومن ثم يعني يكون لهم قرار بات، وأيضا يتم إعلان هذه النتائج للشكاوى والطعون في غضون تقريبا أسبوع إلى على على إلى 10 أيام كما ينص طبعا القانون، قانون مفوضية الانتخابات. أيضا المفوضية أعلنت هنالك تطابق ما بين العد والفرز اليدوي والعد والفرز الإلكتروني الذي يعني يكون عن طريق جهاز الاقتراع الذي يوضع على صندوق الاقتراع، وطبعا المفوضية قامت بانتقاء مجموعة من المحطات بشكل عشوائي وفق القرعة لكل مركز انتخابي وفق القانون، وقامت بفرز الأصوات وعدها يدويا، فكانت هنالك نسبة تطابق 100% كما أعلنت المفوضية بين النتائج الإلكترونية واليدوية. ولو سجلت هنالك خلافات أو اختلافات بالأرقام لكان هنالك الذهاب إلى المرحلة الأخرى والتي تقضي بإعادة العد والفرز لكل المركز، وهذا لم يسجل حتى هذه اللحظة، ونحن أيضا بانتظار إعلان النتائج التي يفترض أن تكون في منتصف النهار. طيب تحسين.